أمور، لكن أريد أن أشير إلى أن المغرب يبحث عن التجربة الإسبانية، يريد أن يعيد التجربة الإسبانية مع فرنسا. المغرب صعد تذكريين مع إسبانيا وصعد مع ألمانيا وحصل انفراج، هذه المرة هل سيفعلها مع فرنسا؟ عندما تحدث عن الشراكات هل كان يهدد، هل كان أن المغرب أكيد. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الصحفية مغربية تشوسكيش مقدم البرنامج من اللي قالها واش المغرب غادي يتعامل نفس التعامل اللي دار مع إسبانيا ومع ألمانيا تجاه فرنسا، قالت له نعم. خطاب جلالة الملك كان واضح، يجب على الشركاء ديالنا أنهم يبينوا الموقف ديالهم تجاه صحراءنا صحراء المغربية، ما بقاش شدة العصا من الوسط، والمغرب ما بقى كيدير حساب حتى شي دولة، اللي بغانا مرحبا واللي ما بغاناش الله يسهل عليه، ولكن باش تحط يدك هنا ويدك هنا فهادشي ولا مرفوض في المملكة المغربية. كان تصريح قوي من هذه الصحفية المغربية، برافو ليك وألف تحية. نخليكم مع هذا الحوار، نتمنى أنكم تفاعلوا معه بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، ناس مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. مسألة وحدة ترابية، مسألة استكمال، هكذا ينظر تنظر الدولة المغربية الموضوع. أستاذ هشام، هل يخشى المغرب، أو هل هي كما يقول أستاذ خطار نوع من الحركة الاستباقية تحسبا لأي تحول استراتيجي في الدبلوماسية الفرنسية، بالنظر إلى أن ربما فرنسا بحاجة إلى الجزائر في ضوء أزمة الوقود العالمي مثلا؟ هناك عبارة جميلة قيلت في يعني جميلة بمعنى أنها ترد على سؤالك، قيلت في خطاب الأمس حين تحدث عن النظارة، أن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى صدق الصداقات وقوة الشراكات، هو أحدد ما سماه في موقف أمريكا بالموقف الثابت. ما يبحث عنه المغرب سواء مع فرنسا أو غير فرنسا هو موقف ثابت، موقف ثابت وداعم لمقترح مبادرة مقترح الحكم الذاتي، وموقف لا يتغير بالتغيرات الإقليمية ولا التطورات السياسة الداخلية للدولة. هذا كان واضح في خطاب الأمس، وذكر المعايير يعني معيار ملف الصحراء، لكن وصفه، قام بتوصيفه أنه يجب أن يكون ثابتا ويجب أن يدعم موقف مقترح مبادرة مقترح الحكم الذاتي، ويجب أن لا يتغير بتغير التطورات الإقليمية ولا بالرهانات السياسية الداخلية. فبالتالي هو وضح هذه الأمور، لكن أريد أن أشير إلى أن المغرب يبحث عن التجربة الإسبانية، يريد أن يعيد التجربة الإسبانية مع فرنسا. تعلمين أن المغرب لا يمكن أن يتحدث بهذه الطريقة إلى أنظمة قد تنظر إلى ذلك أنه نوع من الإملاء أو من التعالي. في النهاية لا أمريكا ولا فرنسا ولا دول ذات مؤسسات، وحتى سيقول لك قائل حتى موقف الولايات المتحدة ليس ثابتا، لسنا ندري ماذا سيحصل إذا جاءت إدارة جديدة، وتحول راديكالي ليس مستبعدا. بالنسبة لأمريكا هو لم يتحدث عن ما يسمى بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، هو تحدث عن الموقف الثابت للإدارة الأمريكية من دعم مبادرة مقترح الحكم الذاتي كحل سلمي لهذا النزاع الطويل. دعني هنا أذكر عبارة جاءت في الخطاب الملك للسنة الماضية، إنهم لا يريدون أن يفهموا بأن قواعد التعامل تغيرت وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا. دكتور خطار أبو دياب، يعني ما جاء في الخطاب الأمس، تريدون شراكات وامتيازات. دكتور خطار أبو دياب، في نظرك كيف سينظر الرئيس الفرنسي إلى مثل هذا الكلام والمؤاخذات على فرنسا أنها لا تفعل شيئا عندما يتعلق الأمر بزخم لنقل في خضم مجلس الأمن، ربما بحثا عن حل، لا تدعم جهود البحث عن حل؟ فرنسا يعني حريصة على علاقاتها وبشكل دقيق. عندما توترت العلاقة بين الجزائر وأسبانيا، فرنسا قامت بدور ضمن الاتحاد الأوروبي لمنع تبني مواقف توتر هذه العلاقة أكثر،
وعندما كان هناك مشاكل للمغرب بخصوص الهجرة غير الشرعية أو ملفات أخرى مع إسبانيا أو غير إسبانيا، ونعلم جيدا أن استضافة إسبانيا يوما لزعيم البوليساريو خلق مشكلة كبيرة ووصلت هذه المشكلة إلى الاتحاد الأوروبي، كانت فرنسا دوما تلعب دور الإطفائي. لا أقول أن فرنسا مواقفها ثابتة في السياسة، المواقف أيضا تتغير، لكن في مواضيع من هذا النوع كما قلت أيا كان الموقف الفرنسي سينظر إليه بالتشكيك أو بالسلبية، خاصة في الجزائر نظرا لتاريخ ثقيل في البلدين، ومنذ فترة من الوقت أخذ الوضع أيضا يأخذ شكلا مماثلا في المغرب. من هنا أظن أن ماكرون وعنده حرية حركة أكثر في الولاية الثانية سيدور الزوايا، وإذا توصل لتفاهمات مع الرئيس تبون من الأكيد أنه سيأتي في فترة قريبة إلى المغرب، وحجم المصالح بين فرنسا والمغرب كبير جدا تماما. وعند ذلك يمكن أن يلعب دورا أيضا في موضوع الصحراء. الأهم الآن أن التقييم المغربي تقييم له بعده الداخلي، لكن وهو قرار سيادي، هذا قرار سيادي للمغرب أن ينظر بنظارة الصحراء إلى كل ما يتعلق بصلاة المغرب بالخارج. لكن فرنسا أيضا لها قرار سيادي في تبني موقف حول هذه العقدة التاريخية للوصول يوما إلى سلام الشجعان بين الجزائر والمغرب. هناك مصالح فرنسية، مصالح أعمال وتجارة وعلاقات على كل. أستاذ شامة، المغرب صعد تذكرين مع إسبانيا وصعد مع ألمانيا وحصل انفراج، هذه المرة هل سيفعلها مع فرنسا عندما تحدث عن الشراكات؟ هل كان يهدد؟ هل كان أن المغرب ليس هناك تهديد، هناك توضيح للمواقف. أعود دائما وأذكر بأنه بالرجوع إلى الخطاب للسنة الماضية هو طالب بأن هذه الدول عليها أن تنسى ماضيها الاستعماري مع المغرب، هذه الدول عليها أن تقابل المغرب بالاحترام المتبادل، بالثقة، بالشفافية، وبالوفاء بالالتزامات. هذا كان قد طلبهم في الخطاب الماضي، مشيرا إلى ضمنيا إلى ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وكل دول الاتحاد الأوروبي والدول التي ترغب في شراكة مع المغرب. هو يعيد نفس الخطاب ونفس المطالبات في هذا الخطاب، خطاب الأمس: نحن نريدكم أن تتعاملوا معنا تعامل الشركاء باحترام، بثقافة، بثقة عفوا، بشفافية، وبالوفاء بالوعود والالتزامات، وليس بالتناقض في المواقف، ليس كما يستخدم هنا في المغرب عبارة الأستاذ والتلميذ. فهذا ما يطالب به المغرب وهذا حقه، وليس فيه أي تهديد، فيه توضيح للمواقف، علما أن هناك جاء في الخطاب إشارة مهمة جدا. الخطاب جزئ لجزئين: ملف الصحراء والجالية المغربية. إذا أردنا أن نتحدث عن التهديد الضمني، مع أني لا أفضل استعمال كلمة التهديد، فقد تحدث عن الجالية المغربية وقوة الجالية المغربية، وحددها في أكثر من 5 مليون، ونسبة كبيرة منها توجد في فرنسا، وهذه قوة انتخابية. كما أنه إشارة لأول مرة إلى ما أسمها بالكفاءات اليهودية المغربية المقيمة بالخارج، يعني أن إسرائيل إذا أردت أن تراوغ مع المغرب في قضية توضيح موقفك من مغربية الصحراء، فهناك الكفاءات المغربية اليهودية والتي يمكن لها أن تقوم بالمرافعة التي يطلب منها المقابل. سادة شامة، باختصار على المستوى الدولي، الإسرائيليون لن يعطوا المغرب شيئا دون مقابل. هذا أكيد. باردون؟ الإسرائيليون لن يعطوا المغرب شيئا أكيد دون مقابل. وهذا ما فهمه المغرب نعم وهذا ما فهمه المغرب مؤخرا ومتأخرا، ولذلك ذكر بالاسم ولأول مرة في الخطابات الملكية يذكر الكفاءات المغربية. كان يذكر الطائفة اليهودية المغربية، لكنه لأول مرة يستعمل الكفاءات اليهودية المغربية المقيمة بالخارج، يعني أنه سوف يستغل ويوظفها لصالحه. لابد أن أسألك، لماذا تحدث ملك المغرب في هذا الموضوع الذي يشغل الدبلوماسية المغربية منذ منتصف السبعينيات دون أن يسمي هذه الدول، هذه الأطراف، هؤلاء الشركاء الذين يعاتبهم؟
أولا يجب أن لكي نفهم الخطاب خطاب أمس يجب أن نستحضر خطاب السنة الماضية في نفس الذكرى، ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث أشار بالاسم إلى كل من رئيس حكومة الحكومة الإسبانية سانشيز وأيضا إلى رئيس الدولة الفرنسية ماكرون، وأثنى على الاثنين وأثنى على ماكرون وخص به الثناء وقال بأن تجمع بينهما صداقة متينة. لكنه في نفس الخطاب خطاب السنة الماضية تحدث عن المؤسسات التي لا تحترم الدولة، وهذه المؤسسات يريدون منا أن نصبح مثلهم، وكان يشير إلى المؤسسات الاستخباراتية التي يعتبر أنها تحاول ابتزاز المغرب والضغط عليه واستخدام ملف الصحراء من أجل الحصول على المزيد من الامتيازات. في هذه السنة في هذا الخطاب لا نعتبر أنه أهمل، بالعكس حين تجاهل الاسم وذكرهم بالشركاء التقليديين والشركاء الجدد في نفس الوقت هو ذكر دول أخرى. يعني هذا الخطاب يمكن اعتباره بمثابة خارطة للسياسة الخارجية للدولة المغربية، أعاد فيه تصنيف الشراكات وشركاء المغرب بذكره لأمريكا أولا وإسبانيا ثانيا ودول أخرى، وبتجاهله لذكر فرنسا المعروف أنها شريك تقليدي، والذي في الخطاب السابق للسنة الماضية ذكر رئيسها بالاسم، تجاهل الدولة الفرنسية وتجاهل رئيس الدولة الفرنسية في هذا الخطاب. نفهم من ذلك إشارات واضحة إلى فرنسا، خاصة في ظل الظروف الحالية، ماكرون على مقربة بضعة أيام من زيارته إلى الجزائر من جهة، لكن لا يجب أن ننسى معطى آخر هو أن هذه الأزمة الصامتة هي في الحقيقة الأمر ليس الصامتة، وقد لمح الملك في خطابه للسنة الماضية إلى ملف بيكاسوس وكيف أن بعض المؤسسات الأمنية في الدولة الفرنسية حاولت استخدامه ضد المغرب. بالنسبة للشركاء الجدد يبدو واضحا أنه يتحدث عن إسرائيل، والتي أيضا سبق في خطاب للسنة الماضية، ليس في ذكرى ثورة الملك والشعب للسنة الماضية، لكن في خطاب آخر لمح إلى أن المغرب لا يفاوض على صحرائه، وكان في خطاب هذا يرد على التصريحات التي أدلى بها مدير الاتصال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط السيد ديفيد غوفرين، حين أدلى بتصريح لوكالة الأنباء الإسبانية في الوقت الذي كان مجلس الأمن يناقش فيه ملف تقرير حقوق الإنسان في الصحراء، وطالب المغرب بالمفاوضات المباشرة مع البوليزاريو، فكان هذا الرد في الخطاب يعني الماضي. الملك ليس راضيا عن موقف إسرائيل، أنه يخاطب شركاء التقليم بفرنسا. إسرائيل الآن هي في فترة انتخابية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، هي الآن في فترة انتخابية لانتخابات مبكرة، ويحاول المتنافسون على الانتخابات الحصول على أكبر قدر من الإنجازات السياسية الخاصة من أجل الحصول على أصوات انتخابية جديدة. السؤال الذي للأسف لا يطرح في المغرب، السؤال الذي يطرح في المغرب هو لماذا لا تعترف إسرائيل علنا بمغربية الصحراء، في حين أن السؤال الأصلي والسؤال الصحيح هو ما موقف إسرائيل من البوليزاريو. هذا موضوع آخر. عودة إلى سؤالك أستاذ نور الدين، ففي إنكاره أو تجاهله لذكر فرنسا بالتحديد كشريك تقليدي وإسرائيل كشريك جديد، هو يعطي إشارات واضحة بالمقارنة مع الخطاب الماضي الذي كما قلت أثنى فيه على الرئيس الفرنسي. وهنا كما قلت أن الخطاب الحالي يجب أن يقرأ على أنه خارطة الطريق للسياسة الخارجية للدولة المغربية، وليس فقط يتعلق فقط بفرنسا، لكن هو بداية جديدة، صفحة جديدة في صفحة السياسة الخارجية المغربية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، باش تخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.